السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم قناة بروفسط جديد فيديوهات القناة. إن شاء الله النهاردة معانا موقع جيك تايبر. الموقع ده بيخليك أو بيديك إن سطح المكتب بتاع الهاكر. هدف الموقع إن أي حد يشوف سطح المكتب بتاعك يفتكر إن أنت هاكر أو مثلا بتخترق حاجة معينة. طبعا في شوية سمات كويسة هنا هوضحها إن شاء الله في الفيديو ده. مثلا لو دوسنا هنا على مستر روبوت هينقلنا على صفحة بالشكل ده كده، شوية ملفات مثلا يجيب لك نافذه كده، مثلا دوس هنا مثلا يطلع لك كده. خلي بالك كل ده بغرض المصحه ومش بيعمل حاجه، خلي بالك. يطلع لك هنا مثلا لو دوست اول سكريبتس مثلا يطلع لك كل السيمات او الموجوده في السيم ده. مثلا دوس هنا اكتيفيشن، مثلا نوافذ كتير بتتحرك. طبعا البرنامج ده بغرض المصحه. طبعا في شويه مزايا تانية مختلفه جدا في السيم ده، كويسه جدا. انا هسيبكم بقى تكتشفوها مع نفسكم. طبعا في النافذه دي عشان تظهر تدوس اول سكريبتس، مش تطلع لك مثلا تدوس هنا اسكس دينيد، مثلا تدوس هنا مثلا تطلع لك حاجه، تدوس هنا تطلع لك حاجه تانية خالص. مثلا على الناحيه التانية في سيم تاني برضو، سيم ال تيجانيو او تيجانيو، برضو نفس القصه برضه بس باشكال مختلفه، بس ده في اللون الاحمر. بس ندوس هنا مثلا سيتنجز اول سكريبتز، مثلا ايه هنا ندوس ماب مثلا تراك مثلا اوديو. طول ما انت بتدوس حاجات كتيره هي بتطلع لك حاجات كتير اكتر. في هنا التيرمينال، يعني هو شكل من اشكال توزيعات اللينكس بس بشكل مصحى شوية. برضو في سيم تالت برضو ناسا، تخدع اصدقاء اللي انت تقول مثلا بتخترق ناسا ولا حاجة، دال داتا برضو نفس القصة بس باشكال مختلفة. برضو روت اي او بي راندوم. طبعا في سمات تانية كتيرة جدا حلوة، في فيجوال ستوديو، في الانونيموس، في برضه هيمان، في جيك تايبر بلو، في الريد، في البلو، في اليولي، وفي كل حاجه هنا. برضه بيتيح لك برضه ان انت تحط شويه سيمات من عندك وتحملها. لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو ما عجبكش حط لايك، ولا انا ما عجبكش ليه. ان شاء الله تلاقي رابط الموقع ده في الفيديو في الديسكريبشن، في تحت الفيديو في الوصف. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.